يعني نقولها بصفة رسمية باللي رانا خلقنا على مستوى ولايتنا مقر على مستوى الولاية شاف اليود ولاية، ضيف إلى ذلك روحنا أبعد من ذلك زيد خلقنا دو بوان دو بروكسيميتي يعني النقاط قريبة من الموالين، النقطة على مستوى دائرة عين صفراء وأخرى على مستوى مشرية. وكان تعيين ممثل لهذا التعاونية، وسننتظر إن شاء الله ربما زيارة الوزير باش يشرف على الفتح، وأيضا كلمني المدير العام فيما يخص يطلب يعني مقرات لهذه التعاونية، فوجد مني كل التسهيلات. سنعطي انطلاقة على مستوى الولاية، انطلاقة رمزية على مستوى بلدية بورزق، سنشجع خاصة هذه الشعب وهي القمح الصلب واللين والخرطان وكذلك الشعير، أولا لتلبية حاجية الولاية وأيضا لمشاركة في الاقتصاد الوطني. العملية تم التحضير لها ابتداء من تنصيب اللجنة الولائية تحت أشراف السيد الوالي، وتم تجنيد حوالي 10 آلة حصاد لماسونوز باتوز، منها 5 آلة حصاد يتم تجنيدها من طرف الخواص. المساحة المعنية بعملية الحصاد حوالي 3700 هكتار، إن شاء الله سنصل إلى 54000 هكتار إن شاء الله سيتم جنيها في خلال هذا الموسم الفلاحي. كذلك تم تجنيد 2 أماكن تجميع، واحد في دائرة المشرية والثاني في دائرة عين الصفراء. وفي هذا اليوم يعني هذا يوم تاع عرس لنا بالمناسبة، هذا تاع العملية تاع الحصاد والدرس، وراكم تشوفوا فيها حبابي، ماناش نكذبوا عليكم ولا تكذبوا علينا، ها الفلاح واجد. اليوم القمح تاعنا يمشي هنا ويخلص هنا والشاك تاعه يديه هنا، واليوم إن شاء الله نتمنوا الخير. أنا متفائل خيرا من هذه الزيارة تاع السيد الوالي، ومتفائل خيرا ثاني من هذا المدير الجديد اللي جانا، رانا متنسقين معاه كاتحاد ويدي المطالب تاعنا ونشكره. والحمد لله شوفوا الإنتاج ما شاء الله. وراي جاتنا للماشينه كنا شويه متخوفين من ما حصلوش عليها، وبفضل جهود الرجال جاتنا الماشينه والحمد لله، ما عندنا زوج ماشينات اليوم، وراه القمح ان شاء الله خيرات كنموذج هنا في المنطقه، ونطلبوا من السلطات تشوف لنا، لان كاين سياناس كاين سياناس راه كاين مشاكل اللي يقصوا السلطات شوفينا مثلا باش القمح هذا ندفعوه اللي ندفعوه هنا قريب، ما يقدرش مولاه يروح كيما لا نقري دوك هذاك النهار جبت الشهر وانا رايح وجاي على صعيده، وفي الظروف تاع الحجر وكذا كذا يعني تعب كبير.